احصل على آخر الأخبار عبر موقع الجزيرة مباشر وصفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي. تابعنا على تويتر واتلي برأيك مع أكثر من 1.5 مليون مغرد. انضم لأكثر من 10 ملايين متابع لصفحتنا على الفيسبوك. شاهد تقارير وتغطيات آنية على صفحتنا على اليوتيوب مع أكثر من 7 ملايين مشاهدة أسبوعياً وأكثر من 900 ألف مشترك. لأهم وآخر الأخبار ولمتابعة البث الحي مباشر الجزيرة.net. الجزيرة مباشر، تلفزيون الواقع الإخباري. الروهينجيا في ميانمار بالنار يحرقون والأحياء يشردون. ذنبهم الوحيد أنهم مختلفون. لو تشرحنا حاليا التدريبات اللي عم بتصير هون بالمعسكر. حاليا التدريبات اللي احنا حطينا ضمن برامج محدده لبرامج تدريب في كل معسكر هي يعني مثل ما قلنا دروس الاعداد الرياضي البدني، دروس الاعداد الثقافي، ودروس الاعداد العسكري. فنحن جهزنا في كل معسكر قاعات المحاضرات، جهزنا قاعات محاضرات في كل معسكر. فالبرنامج هو خليط ما بين الدروس النظرية ضمن قاعات التحضير على السلاح، والدروس العملية على السلاح، ودروس التربية الرياضية. حاليا نحن في حصة تدريبية، الحصة التدريبية الرياضية الثانية، فترة الثانية. بعد ما ينتهوا الشباب من حاليا من المتدربين من الفترة الرياضية الثانية، استراحة لمدة نصف ساعة، بعدين بيتوجهوا باتجاه قاعات التدريب. تم نخب مجموعة من المدربين على أنواع السلاح، وبيتوزعوا ضمن تقسموا ضمن القاعات، وبيتم إعطاء المحاضرات النظرية. بيستمر البرنامج حتى الساعة الثانية ظهرا، بيجينا فترة الاستراحة والغداء، نرجع بعدين استراحة لمدة ساعتين على فترة التدريب المسائي. فترة التدريب المسائي بتكون أما درس رياضة جري تحمل سريع، تحمل وإعداد نقاط التحمل الجري، أو درس نظري في قاعة التحضير. Thank you.
حاليا العناصر بعد ما تم انهاء توزيع المجموعات طبعا مثل ما نكون شايفين عندنا الموضوع المعسكرات كله محطوط تحت اشراف ضباط مشقين ومؤهلين وذو كفاءة عالية. كان النقيب حازم المرعي هو مسؤول عن معسكرات التدريب، كمان يحظى باهتمام القيادي بشكل مستمر، يعني متواجدين من قسم، يعني موجود برنامج عمل للقاده العسكريين بالفرقه لمتابعه الاشراف والتواجد بشكل دائم مع المقاتلين. بالنسبه لموضوع المقاتلين تحديدا، حاليا كل ام عم تسوي دوره تعداد الدورات، يعني دوراتنا حاليا مستمره بشكل دائم. فمنذ فتره خرجنا دوره من حوالي 10 ايام، انهينا تدريبات لمده شهر لاحدى الدورات، وراسا اعطينا استراحه لمده 3 ايام للطاقم التدريبي. تابعنا استدعانا عناصر جديده، يكون التدريب احيانا لنفس عناصر الفرقه واحيانا لعناصر المنتسبين الجداد ضمن الفرقه. التدريبات هاي يعني المقاتل بحاجه بشكل مستمر للاعداد البدني والاعداد العقائدي والاعداد السياسي من اجل تثقيف. خلال فتره 6 سنوات المقاتل انشغل بحمل السلاح بالمعارك بكذا، فقد كان مفتقد لموضوع القوه البدنيه والتدريبات، لانه كان منشغل في معارك ما كان عندنا المجال الكافي لتدريب المقاتل واعداده. طبعا نحن حاليا بس مباشر على قناه الجزيره مباشر على الهواء مباشر رابط 100 عنصر في من الثوار في ريف حلب الشمالي. هذه الدورات بشكل مستمر في ريف حلب الشمالي، تقوية العناصر في ظل طبعا وقف القصف على ريف حلب الشمالي والشرقي والمناطق المحررة في منطقة درع الفرات. نشاهد هنا التدريبات اليومية التي يجريها الثوار في ريف حلب الشمالي، إن كان من عدة فصائل، وإن كان طبعا الفصائل الحالية الموجودة الآن تتبع كلها للحكومة السورية المؤقتة. لا تزال التدريبات حاليا مستمرة. طبعا لو تحدثنا عن نهاية التدريبات الآن، لأننا سنتوقف طبعا عن البس. نعم، هو الدرس محدد 45 دقيقة تدريبي، 45 دقيقة تدريبي صباحي و45 دقيقة بالفترة الثانية للتدريب، وأحيانا نضع 45 دقيقة كمان في الفترة المسائية. حاليا التدريب مستمر بعد ما ينتهي الشباب من المقاتلين، بعد ما ينتهوا من التدريب على الأجهزة بيرد كمان بتعطيهم المدرب حركه، احد المدربين يعطيهم حركات الاسترخاء وتمدد الجسم، وبينصرفوا حاليا لفتره لتنفيذ استراحه.
شكرا لكم. طبعا نتمنى دائما ان يكون في ريف حلب او في مناطق المحرره بشكل عام في سوريا ان تكون هذه الدورات العسكريه لكل المقاتلين لحمايتهم في كل ما يحدث في طبعا المعارك التي تدور مع قوات النظام.